أمين سر نادي النفط مشتاق كاظم، قدمنا استئناف بشأن شكوى الكابتن حكيم شاكر ولا توجد ملامح واضحة لدور المحترفين. إذا أريد ننجح دور المحترفين لازم يكون دعم حكومي. الدعم الحكومي شنو هو الدعم الحكومي؟ أول شيء الأندية، الملاعب، دعم الأندية ماليا. شوف هاي الدول كلها مجاورة ويانا، أكو دعم حكومي لنجاح الدوري. إحنا لحد هاي اللحظة ملاعبنا مو واضحة، ملعب الشعب بالصيانة، ملعب المدينة بالصيانة. هسه تسني احنا اول فريق اخذنا موافقه للملعب الشعب، هسه تقول لي وين راح تلعب؟ اذا ملعب مخلص ملعب الشعب هم لازم ندور لنا ملعب ثاني. هاي كلها يعني زين. الدوري لعبه الجويه ولعبه الكهرباء ولعبه الزوراء يوم 23، الدوري زحف يوم 27، ولحد يوم 27 ما اتوقع يعني هم بعد رؤيه مو واضحه. خلينا نبدي الدوري 30 بين نجاح حتى ناسس الدوري القادم. يعني احنا صدقني دوري المحترفين مو بس اسم، لازم ننجحه احنا. النجحه كنا النجحه. انا بس اقول كلمه واحده، كشؤون لاعبين، لجنه ما شؤون لاعبين، كاتحاد لازم يميز. اكو انديه عليها شكاوي واكو انديه ما عليها شكاوي، حتى التعامل يختلف. هسه تقول لي القانون، القانون اني متفق وياك راتب شهري، دربت ثلاث اشهر استلمت راتبك، انت تيد مال الاشهر القادمه انت تقول لي صار عليها ضرر، هاي موجوده بالعقد. احنا شو يقول نقاط العقد؟ شو تقول احنا وياها؟ شو تقول نقاط العقد؟ انا نباحها من كنت بالاتحاد، يعني قدمنا استئناف. بنفس الوقت اتمنى يكون شلون يعني شلون اللاعبين تكون جاده بالتعامل، ماكو فرق. وحتى الاتحاد انا حتى قدمت للاتحاد كتاب، اتمنى كنا بالتساوي بالقانون. اذا كان الحق مع الكابتن حكيم شاكر ياخذه، اذا كان الحق مع نادي النفط ياخذه.